لك وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. مبروك يا بيه. طيب بيه بيقول لك خدنا الدوري. حسين الشحات نجم نجوم النادي الاهلي، مليون مبروك يا حسين. يمكن جماهير النادي الاهلي الفتره الاخيره بتقول عليك يعني بتقول عليك وعلى رجوعك تاني، وانت قلت لي انا افريقيا، انا عاوز افريقيا ومش شايف غير افريقيا. خدنا الدوري، عاوزين افريقيا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله، يعني الحمد لله الدوري، يعني احنا يعتبر كنا مطمنين شويه من بدري، بس الحمد لله يعني احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. اهم حاجه ان شاء الله افريقيا مركزين فيها، وان شاء الله نقدر ناخدها عشان نسعد جمهور الاهلي ان شاء الله اللي جاي بقى له فتره على النادي الاهلي. ان شاء الله نقدر ناخدها ان شاء الله. مليون مبروك حبيبي، الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، معي مدرب النادي